الناس وانتم تعرفون انه هذا النسر وهذه الباجات ما تجي من فراغ. ما يصير الضابط او المنتسب من يتخرج من الكليه يحط هذا النسر وهاي الباجات بدون ما يشترك بهاي الدوره مال الزلم. خوش؟ نعم سيدي. خوش، احنا هسه باليوم الاول مو صحيح؟ نعم سيدي. وانتم ان شاء الله مقبلين على تخرج قريب. نعم سيدي. وهاي الدوره راح تستمر 28 يوم الى 30 يوم. نعم سيدي. اريد الطلاب اللي مشتركين امامي اريد تستفادون من هذه الدوره اقصى الاستفاده من عندها. ليش؟ لانه هذه الدوره ما راح تنعاد عليك من تتخرج وتكون ضابط بالجيش. راح تتعلم انواع العقد، راح تتعلم شلون تجتاز الموانع الجبليه، راح تتعلم التحمل بالجو البارد شلون تنهض من وقت مبكر وشلون تتحمل البروده، راح تتحمل المطاوله والضغط البدني العالي، الازعاج الليلي، التعايش شلون تقدر تعيش بالميدان بدون ارزاق وبدون تجهيزات، راح نعلمك على الدوريات والكمائن، الثقه بالنفس شلون راح تقفز من الجسر وشلون تنزل من الطائره السمتيه بالحبل. هذني كلها مواضيع مهمه تفيدك كضابط بالجيش ان شاء الله وبالقوات الخاصه. منو عنده رغبه حتى 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 يكون منتسب بالقوات الخاصة العراقية؟ بهيك زلم، والله أنا أحكيها وبفخر، بهيك زلم وبهيك معنويات عالية وبهيك رجال أبطال منتسبين بالكلية العسكرية وبالجيش العراقي، والله الجيش العراقي ما لنا يسوي المستحيل. والله عافية عليكم أبطال. والمعلمين اللي عندكم هم من خيرة المعلمين بالقوات الخاصة، سواء كانوا ضباط صف أو ضباط. أوصيكم انه تطبقون التمرين والتمارين كلها على الطلاب اللي موجودين بدون تهاون. ما بي هذا الموضوع، ما بي تطبق التمرين وتنفذ التمرين بشكل مميز حتى نطلع طلاب يعني متميزين وهم ضباط ان شاء الله بالمستقبل.